سؤال، هل شمشون الجبار قد هلك أم خلص؟ وما هو الدليل على هلاكه أو خلاصه؟ شمشون تاب وقبل الله توبته وأعطاه معجزة في آخر حياته. وعلى العموم شمشون ورد اسمه وسط رجال الإيمان الذين تحدث عنهم بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11. قال ويعوز من الوقت إن تكلمت عن جدعون وشمشون وبراق، قال للناس دول فاطمئنوا عليه، يعني مش عايز وسط. واحد بيقول إنسان نال سر المعمودية وهو صغير، فلم يخلصه الله إلا من الخطية الجدية بتاعت آدم وحواء، وإنسان نال سر المعمودية وهو كبير فخلصه الله من كل خطاياه، فهل العدل الإلهي يسمح بذلك؟ شوف يا حبيبي، انت في المعمودية بتنال غفران جميع الخطايا السابقة للمعمودية على حسب ما ورد في مرقس 16:16، من آمن واعتمد خلص. هتيجي تقول للصغير خد خطية اتغفرت له خطية جدية بس بتاعت آدم وحواء، طب ما هو لما يكبر وبيتوب بتغفر له الخطايا، يعني ما جراش حاجة. لما يكبر ويبقى قد الشخص الكبير اللي بيتعمد وهو كبير، بالتوبة بيتغفر له الخطايا الشخصية بتاعته من أول ما اتولد، جرى إيه؟ بس ده بالمعمودية وده بالمعمودية والتوبة. حتى الشخص الكبير برضه بالمعمودية والتوبة، لأن لازم يقدم توبة في الأول قبل المعمودية. لازم يقدم توبة في الأول إيه؟ قبل المعمودية، وإلا ما نعمدوش. ورد في أعمال 2:38 قول القديس بطرس الرسول لليهود: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. توبوا وليعتمد كل واحد منكم. إذا في توبة ومعمودية وإيمان. وبرضو بالنسبة للطفل اهو خد مغفرة خطايا وهو صغير، ولما بيكبر برضو بالايمان والتوبة بتتغفر له خطاياه، ما فيش فرق ابدا، والعدل الالهي ما فيش فيه تحيز، يعني فيش حاجة. واحد بيقول حضرت من محافظة اسيوط لكي اعرض على حضرتك مشكلتي، تزوجت من 23 سنة ولم يرد لي الله بالخلف، حيث ان عدم الخلف ده من ناحية زوجتي، ولان عندي 60 سنة وهي كذلك 60 سنة، هل يجوز لي الزواج عن طريق الكنيسة الانجيلية؟ انا في حيرة من نفسي. انت يا بلدياتنا عمرك 60 سنة وهي 60 سنة تهتم بالاخرة الصالحة، تهتم ايه بالاخرة الصالحة؟ بقى انت لو اتجوزت حتى زيجة غلط بقى من تخلف عيل، وان خلفت عين هتلحق تربيه امتى؟ امتى يعني؟ وبعد 23 سنة تطلق الست وما يتمرش فيك العيش والملح على الاقل؟ وانت ضامن خالص حتى يجي لك عيال؟ ضامن بعد 60 سنة؟ فكر تفكير كويس، العيال مش كل حاجة، العيال مش كل حاجة. انت تستعد
في اخر ايام ربنا، طبعا ربنا يديك طول العمر وتعيش 90 و100 و120 وكله، انا ما بقولش حاجه، لكن يعني بعد الستين في الوقت اللي الانسان بيحترس فيه من الكوليسترول ومن ضغط الدم ومن الامراض السكر وغيره، فانت يعني اهتم بابديتك. سامع الكلام اللي بقوله لك ده؟ جاينا من اسيوط مخصوص عشان تقول لي اتجوز. لا يوجد في الكتاب المقدس اي سبب يدعوك انك تطلق مراتك، ولو كان عدم الخلفة تخلي الواحد يطلق مراته ده كان زمان زكريا طلق اليصابات من زمان، وابراهيم طلق سارة من زمان وقعدوا مدة طويلة. فاعقل العقل كويس لبتوع السن الستين دول، اعقل. قال واحد بيقول حضرت اكثر من فرح من افراح الاكاليل والخطوبه بالكنائس، يقوم اهل العروسين بتوزيع علم ملبس، ونتيجه لذلك تحصل مشاجرات في داخل الكنيسه على قلب الملبس وتبقى الفاظ مش عارف ايه الى اخره، فهل يمكن ان تصدر امر بعدم توزيع علم الملبس؟ ده يتخانقوا معايا انا بدل ما يتخانقوا مع بعض. لا، هي الحكاية عايزة نظام. يعني ساعات اهل العروسين بيكونوا عاملين حسابهم مثلا الضيوف اللي هيجوا 100 من هنا و80 من هنا، يبقوا 180، نعملهم 200 للاحتياط فيحضروا 300 400، ويخش ناس غرباء وملهمش دعوة. فهي مسألة توزيع الملبس ده عايز تنظيم، بس عايزة تفكير في التنظيم مش على مخ التفكير دلوقتي، لكن نشوف لها فكرة. ولو كل واحد ياخد له ملبس ساية ملبس ساية. واحدة بتقول أنا أفضل دائما الملابس الطويلة وعدم التبرج، متمثلة دائما بالقديسات قديمة. فهل إذا لبست ملابس طويلة لغاية الأرض أكون بذلك موضع نقد وأظهر إن أنا متدينة أكثر وأحب الظهور، وهل يكفي ملابس عادية؟ شوف يا بنتي، الوحدة لا يصح أن تجذب إليها الأنظار لا بملابس قصيرة عن الحد ولا بملابس طويلة عن الحد، لأنك هتبقي مشهورة وكل واحد تبص يقول إيه دي. خليك عادية في ملابس محتشمة، مش ضروري الحد الأرض يعني، علشان ما تلفتيش الأنظار إليك. احنا مش عايزين ناخد موقف معين يخلي الانظار تتركز حولنا. واحد بيقول هل هناك نذر خاطئ وما امثله ان وجد؟ طبعا كل نذر لازم يكون، النذر الواحد يعمله لازم يكون حسب وصية ربنا. فإذا كان في النذر مخالفة للوصية ما يصحش. يعني مثلا اليهود مرة نذروا نذر انهم لا ياكلوا ولا يشربوا لحد لما يقتلوا بولس الرسول. هنقول النذر ده مظبوط؟ نذر خاطئ، لأن موضوعه موضوع خاطئ. زي واحد يندر إنه يقتل واحد، ولا يندر إنه يقطع عيشه، ويبقى ده نذر. أو مثلا المسيح انتقد الكتب والفريسيين إنهم كانوا بيعلموا أي حد يقول إذا كانت الفلوس دي تبقى قربان لله يبقى ما ينتفعش بها أبويا وأمه، فلا يكرم أباه وأمه بحجة إنه ندر إن الفلوس بتاعته تبقى قربان لله. قال لهم الكلام ده غلط لأنه ضد الوصية. أو مثلا هيرودس تعهد أو ندر
بالنسبة لهيرودية وسالومي إن أي طلب يطلبوه يدوه له، فقالوا له عايزين رأس يوحنا المعمدان، هل ده صح؟ طبعا غلط. ويفتاح مع إنه من رجال الإيمان لما انتصر ندر إن أي حد يقابله يقدمه ذبيحة، فجت بنته. صحيح وفى بالنذر لكن كلام حرام ومش أصول. كمان في نذر يندروا واحد عشان ينفذوا واحد تاني، فقالوا لو الزوجة نذرت نذر، دي موجودة في سفر العدد إصحاح 30، لو الزوجة نذرت نذر وهينفذوا زوجها طبعا لأن هو اللي بيدفع الفلوس، وسمع وسكت يبقى النذر حقيقي. إن ما كانش موجود أو هي نذرته وما سمعش يبقى النذر باطل، لأن واحد بيندر نذر عشان ينفذه واحد غيره. أو واحدة مثلا تندر إن ابنها لازم تعمده في مكان جايز بعيد، تقول أندر عمده في القدس وما تقدرش توصل للقدس، ما تعمدش الواد وتخليه يموت بدون عماد، برضو نذر خاطئ. أو واحدة تندر إن ابنها لازم هترهبنه أو بنتها ترهبنها، طب افرض الابن مش عايز يترهبن أو البنت مش عايزة تعيش بتولة وعايزين يتجوزوا، ليه إحنا نندر نذر ينفذوا حد تاني؟ برضو ده مش صح، برضو ده مش صح. ناخد سؤال تاني. واحد بيقول انا شاب في سن 19 وطالب بالفرقة الثانية بكلية الاداب واريد اني اترهب، فماذا افعل وما لدي من معلومات عن الرهبنة؟ مجرد معلومات من الكتب، ولم يسبق لي ان زرت احد الاديرة، ولكن في قلب حب كبير لرب يسوع المسيح واريد ان اعطيه كل حياتي، فماذا افعل؟ هل اترك الكلية واذهب للرهبنة ام اعطي نفسي فرصة للتفكير؟ مع العلم اني متفوق في دراستي والحمد لله ورهبنتي ليست هروب. من رأيي انك تكمل تعليمك، وبعد ما تكمل تعليمك الأديرة هي قاعدة ما جراش حاجة، لأنك جايز تتحارب بحكاية الشهادة دي بعد ما تخش. وكمان لما أنت تصبر، إذا كانت فكرة الرهبنة ثابتة عندك هتفضل ثابتة، لو تغيرت يبقى كانت فكرة طيارة. وبرضه من رأيي انك تزور الأديرة وتشوف الحياة الرهبانية، لألا يكون عندك فكرة موجودة في بستان الرهبان وتروح ما تلاقيهاش، تلاقي حاجة تانية. أنا نفسي زمان وأنا شاب وكنت أحب الرهبانة، أول مرة رحت أزور دير، فاكر على ما أظن ده كان سنة 51 يعني من 40 سنة، كنت فاكر إن أنا هروح أزور الأديرة ألاقي جبال وتلال وحتة طالعة وحتة نازلة ودير من جوه. رحت لقيت دير في الصحراء عادي، فالفكرة اللي كانت في مخي مش هي دي. وبعدين جه علي وقت بقيت برضو أسكن في الجبال، يمكن من أكثر الأديرة اللي موجودة فيها صفة الجبال دير الأنبا بولا ودير الأنبا صموئيل وشوية دير الأنبا أنطونوس. فأنت روح وشوف الحياة بدل ما تضيع الكلية وبعدين تروح الرهبنة وما يعجبكش الحال، أو جايز يعجبك الحال وهم ما يعجبهمش حالك ويمشوك، ما أنت بتختبر الحياة وهم بيختبروك. فكمل يا ابني دراستك، وبعد ما تخلص ابقى تعالى لينا نقول لك حكاية. كمان ايه موقفك من الخدمة العسكرية؟ هل انت خلصت الخدمة العسكرية ولا لسه؟
لان لازم، مش ممكن هيقبلوك في الدير غير لما تكون خلصت الخدمة العسكرية. حتى لو كنت وحيد والديك لازم تاخد شهادة اعفاء وتعرض نفسك. فأجل الموضوع ده شوية. واحد بيقول ما معنى ادعوني في وقت الضيق؟ هل الانسان لما يقع في مشكلة يطلب ربنا؟ هو فاكر ان يعني احنا ما نطلبش ربنا غير حبا فالله، لكن لما يجي وقت الضيق ويطلب ربنا يبقى من اجل الضيق مش من اجل ربنا. معلش ربنا قال كده، قال ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجد. يعني جايز واحد ملهوش علاقة بربنا وتجيله ضيقة يطلب ربنا وتكون بدء علاقة ويكون انقاذ ربنا ليه بدء علاقة. ده يعقوب اب الاباء وهو في ضيقة وهربان من اخيه عيسو قال يا رب اذا نجيتني ورجعتني لبيت ابي تكون لي الها. يعني ده نادر نادر وهو كان في ضيق، ما كانش ده عيب. طبعا ممكن انك انت تطلب ربنا وانت في ضيق. طب ايه رأيكم في يونان النبي اهو في بطن الحوت في ضيق اكتر من كده سجد وصلى، ربنا يقول له ايه انت اكملنك في ضيق بتطلبني؟ طب انا مش مجاوب. لا طبعا ربنا عايز اي سبب يكون علاقة بيك، بالحب يكون معاك علاقة، بالضيقة يكون معاك علاقة، اي حاجة. الناس اللي كانوا في السفينة مع يونان اول ما جت الضيقة والموج كاد يغرق السفينة وما قدروش بكل طرق الملاحة ينقذوا السفينة من الغرق ندروا ندر، ودي كانت بداية علاقة ليهم بربنا فآمنوا بالله. ما فيش حاجة، ما فيش حاجة ابدا انك انت تطلب ربنا في وقت الضيق. وهو بيقول اطلبه تجد. واحد بيقول ما معنى لا تشاكلوا هذا الدهر؟ لا تشاكلوا هذا الدهر يعني ما تبقوش شكله هذا الدهر، يعني هذا الجيل، يعني ما تبقوش شكل هذا الجيل، ما تمشوش على الطريقة اللي الناس ماشيين بيها اذا كان هذا الجيل خاطئ. لان داود بيقول نجني يا رب من هذا الجيل، يعني ساعات بيكون الجيل خاطئ فانت ما تمشيش زيه. مش كل ما الناس يكونوا وحشين تمشي زيهم. الكتاب بيقول لغتك تظهرك، وبيقول اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون، فانت مفروض يكون لك ما يميزك عن الوضع العادي بتاع بقية الناس. لا تسلك مثل سائر الناس، ده انت مفروض تكون مثالية وسط الناس، تكون قدوة، تكون نور، تكون شكل تاني. زي واحد زملائه في العمل غلطانين يمشي زيهم، بيلخبطوا في الكلام يلخبط زيهم، بينكتوا نكت وحشة ينكت زيهم. لا طبعا بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر، لانه كنتوا ناس ليكم مبادئ وليكم قيم وليكم روحانيات، وانتم صورة الله ومثاله وسط الناس. والمسيح بيقول فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. انت ليك وضعك في اسلوبك في لغتك في شكلك حتى في لبسك في طريقة كلامك في طريقة معاملاتك، ليك اسلوب مميز كواحد من اولاد الله. اي واحد كده يعاشرك يقول حقا هذا الشخص هو من اولاد الله. تكون مميز زي ما قيل عن المسيح ان هو معلم بين رب، يعني لو وسط 10,000 واحد تلاقيه يقدر الواحد يميزه. زي ما كان يوسف الصديق مميز في أرض مصر،
زي ما كان موسى مميز في بيت فرعون كوردة وسط أشواك. الواحد كده يكون مميز وسط الناس كلهم. ولذلك في العهد القديم كان ربنا لا يوافق على الخلطة بالغرباء، بالغرباء اللي هم بعاد عن ربنا ومش مؤمنين، وقال أي شركة للنور مع الظلمة، والكتاب قال أي شركة للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بلعان. إذا وجدت في بيئة خلي ليك تأثير في هذه البيئة ولا تكون البيئة هي اللي تؤثر عليك. ولذلك احنا نريد من اولادنا في المهجر لما بيروحوا هناك ما يخلوش الجو يضغى عليهم ويفقدوا تقاليدهم ويفقدوا طباعهم ويفقدوا التراث الجميل اللي بياخدوه من مصر. يا ريت برضو الآية دي تمشي معاهم طول ما هم في السكة، لا تشاكلوا هذا الضغط. طيب أنا عايز إيه آخر سؤال أقوله؟ السؤال اللي وعدتكم بيه من مدة، سؤال الفرح والانسحاق. في بعض الناس يقود الآخرين مباشرة إلى حياة الفرح قبل أن يقودوهم إلى حياة التوبة. يبقى الواحد في عمق خطيته وقول له افرح ربنا بيحبك، افرح ربنا غسل خطيتك بدم، ويفتكر ان الحزن على الخطية نوع من صغر النفس، نوع من ايه؟ من صغر النفس او من حروب الشياطين. صدقوني هذا التفكير في انحرافه ضد تعليم الكتاب المقدس وضد تعليم الكنيسة وطقوسها وصلواتها وحياتها كلها. ازاي؟ يعني مثلا ضد المزامير وضد الأجبية. احنا بنردد في المزامير بنقول لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، ونقول انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من السلم، وبنقول الذبيحة عند الله هي الروح المنسحق، القلب المتخشع والمتواضع، فيبقى ده عايز يقود للفرح وينسى الندم على الخطية أو البكاء على الخطية. أو داود النبي اللي بلى فراشه بدموعه في المزمور السادس بيقول في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، مع أن خطيته كانت قد غفرت، وناثان النبي قال له قد نقلت عنك خطيئتك لا تموت، لكن مع ذلك بكى على خطيته بكاء مر. ويبقى برضو الحكاية دي كون ان احنا نفتكر خطايانا ونزعل عليها تبقى ضد حياة الفرح وتبقى حرب من الشيطان بالكآبة. اما ليه قاعدين نقول ارحمنا ونقول كير يا ليسون 41 مرة، والكاهن يمسك الصليب بالشمع ويقول افنوتي نيمان يا الله ارحمنا، والناس يقولوا ارحمنا وراه. ضد قطع النوم والستار اللي بنقول فيها هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كسر ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. فده تعليم ضد حياة الكنيسة وضد طقوسها. طبعا اللي بينادي بالتعليم ده مش ممكن نقول للناس صلوا بالأجبية، لأن لو قالوا الكلام ده هيلاقوه ضد التعليم. وهكذا برضو قطع السادسة والغروب.
حاجات كتيرة أبقى أكتبها لكم لكن أنتم من نفسكم تفهموها. كذلك أيضا هذا التعليم ضد القداس الإلهي، ده احنا في القداس الإلهي بنفتكر خطيتنا من أول آدم، وخصوصا في القداس الكرولوسي نقول غرس واحد نهيتني أن آكل منه، أنا اختطفت لي قضية الموت، أو صلاة الاستعداد اللي الكاهن يغسل إيديه ويقول انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من السلف، ويقول لتكن هذه الذبيحة مقبولة أمامك عن خطاياي وجهلات شعبك، ويقول في صلاة الاستعداد أنت يا رب تعلم أني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي. يبقى نقول إيه دي؟ الإنسان ما يبكيش على خطاياه ويقول أنا فرحان عشان المسيح غسل خطايا بدمه. عايز أقول لك حاجة على غسل خطايا بدمه دي، ده أنت لما تفرح بس عشان نغسل خطاياك بدمه، يبقى أنت بتفكر في نفسك اللي اتغسلت خطاياك وما بتفكرش في المسيح اللي اتألم من أجلك. التفكير بتاع الكنيسة مش انك تركز على ذاتك ان خطاياك غفرت، تركز على المسيح الذي تألم وحمل الشوك من أجلك وحمل الصليب من أجلك واتدقت فيه المسامير من أجلك وقال ثقبوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظامي من أجلك، فتنكسف من نفسك وتبكي على خطاياك. اللي عايز يلجأ للفرح على طول يبقى بيفكر في نفسه ما بيفكرش في المسيح. أنا مبسوط خطايا غفرت، طب وانت عارف خطايا غفرت إزاي؟ عارف غفرت إزاي؟ عارف ايه الالام اللي تألمها المسيح؟ عشان كده مثل هذا الشخص يبقى تعليمه ضد طقس الكنيسة واسبوع الالام والستائر السوداء والالحان الحزيني، هو فرحان. طب ما دام فرحان امال ايه لازمة الالحان الحزيني وايه لازمة الستائر السوداء وايه لازمة تذكار الام المسيح كل سنة في اسبوع الالام، وايه لازمة ان احنا نذكر الام المسيح يوم الجمعة في كل اسبوع ونصوم والساعة السادسة في كل نهار ونقول يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرأ عليها ابونا ادم في الفردوس، مزك سك خطايانا يا المسيح لك. احنا ناخد التعليم السليم من الكتاب المقدس وناخده من طقوس الكنيسة ومن عقائدها. هذا التعليم ايضا ضد ما فعله رجال الله القديسون، يعني خذوا مثلا نحمية وعزرة ودانيال. نحمية وعزرة وإيه ودانيال؟ عزرة لما صام ده مزق ثيابه بقى في المسوح والرماد وقعد يعترف بخطاياه وخطايا شعبه وقال له لنا يا رب خزي الوجوه كهذا اليوم الى اخره، ونحمي قال اما انا فنحت وبكيت وجلست اياما وصمت وصليت واعترفت بخطاياي وخطايا الشعب كله. يوئيل النبي ليه الخطايا ما تاخدش حظها من التوبة ومن الانسحاب ومن الندم؟ اللي من الخطية على طول للفرح ده ممكن أن يقاد إلى الاستهتار واللا مبالاة ولا يشعر بخطورة خطيته ولا بصعوبتها، لأن بسرعة
قفز من حالة الخطية إلى حياة الفرح. الخطية لم تزق المرارة. تقول لي دم المسيح، معاك في دم المسيح. أي حاجة ترمز لدم المسيح أكتر من الفصح. شوفوا الكتاب بيقول إيه، تاكل الفصح على أعشاب مرة. تاكل الفصح إيه؟ على أعشاب مرة. الفصح أنت تمتعت بالدم بنجاة كل الأبكار. قال ربنا، قال حينما أرى الدم أعبر عنكم وأعبر عنكم، ودي اللي جاي منها اسم الفصح، I'll pass over you، يعني أنا pass over يعني الفصح يعني العبور. فأنت تفرح بأن بالدم نجى الأبكار، لكن تأكل الفصح على أعشاب مرة، لأن لولا الخطية ما كانوش جم في أرض العبودية اللي جه الملاك وعبر عنهم فيه. فأنت تقول له أنا مبسوط يا رب إن خطايا غفرة، مبسوط صحيح. طب والدم اللي غفر والآلام اللي غفرت بها الخطية دي ما تأثرش فيك أبدا؟ تفكر في روحك وما تفكرش في المسيح. احنا نفكر في المسيح أكتر من أنفسنا. أقول له يا رب أنت خلصتني، لكن أنا مكسوف منك إن هذا الخلاص خلاك تدفع الثمن الفلاني والآلام والتعيير، وخلاك تتجسد، وخلاك تأخد شكل العبد، وخلاك يعيروك ويبصقوا على وجهك ويلطموك ويبصقوا ده أنا مكسوف. يعني كل ما تفتكر الدم تنكسف وتبكي على خطاياك أكتر، مش تقول الله أنا خلاص خطايا غفرت والمسيح ده اللي جرالي وجرالي بقى راحت عليه. تبقاش كده، ما تبقاش كده. الحزن على الخطية بيجيب فوائد كتيرة. الحزن على الخطية بيخلي الإنسان يتوب. الحزن على الخطية بيدي الإنسان انسحاق في القلب، بيديله تواضع في داخله، بيديله شفقة على المخطئين، لأنه عارف إيه تعب الخطية دي. وصاحب هذا الرأي أيضا يبقى ضد سير القديسين بقى اللي بيقول ادخل إلى قليتك ويبكى على خطاياك، يبقى يشطبها من البستان ويقول آبائنا دول كان عقلهم على قدهم. ما هو يبان التعليم بتاعنا ولا لا من كده. ويبقى أرسانيوس اللي كان قاعد يبكي لغاية لما رموش عينيه وقعت، ولغاية لما تكون له أخدودين كده، يبقى كان رخر مش فاهم الدنيا ومش فاهم الروحيات. وحاجة تاني عايز أقولها، يعني أنا قلت لكم إن الكلام ده ضد الأجبية وضد المزامير وضد طقوس الكنيسة وضد رجال الكتاب وضد القديسين إلى آخره. عايز أقول بالأكتر ضد تعليم المسيح نفسه. أول العظة على الجبل التطويبات، الطوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. دي يروح منها فين الأخ ده؟ أنا مش بقول إن الواحد يعيش حياته كلها في حزن، لأن الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا في فيلبي 4:4. لكن هذا الفرح لا يمنع إن أنا أتذكر خطاياي فأندم عليه. طب إيه رأيكم في العشار اللي كان خرج مبررا أكثر من الفريسي؟ انسحاق القلب اللي من جوه، اللي لم يستطع أن يدخل إلى الداخل، وقف من بره من بعيد، ولم يستطع أن يرفع نظره إلى فوق، وانكسر وقرع على صدره وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ. الفرح نتيجة يحصل عليها الإنسان، لكن
التوبة لابد أن تستوفي مدتها من الندم ومن انسحاق القلب. وعلى رأي واحد من القديسين قال الحاجات اللي بتيجي بالساهل بتروح بالساهل، أخطي زي ما أنا عايز ولا أخبط زي ما أنا عايز والله يحلك، إيه فرحانين هيا سواد أنت وهو وسقف كده على طول، واللي عملته ده يعني يقول لك دم المسيح. طب دم المسيح ده انت مش تبكي علشان خليت المسيح يسفك دمه؟ مش تبكي علشان الذي بلا خطية صار خطية من أجلنا؟ مش تبكي علشان كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريق والرب وضع عليه إثم جميعنا؟ مش تبكي علشان كل لعنات الناموس اللي موجودة في تثنية 27 اتحطت فوق المسيح؟ ولا انت يهمك ايه؟ ما المسيح يحصل فيه اللي يحصل وانا هيص ومبسوط، هيص ومبسوط. يبقى بتفكر في ذاتك مش بتفكر في المسيح. تفرح بالدم بدون ما يكون عندك اي مشاعر نحو الاهانات التي قبلها المسيح في سفك دمه من أجلك، وكانوا يلطمونه قائلين تنبأ من لطمك، وبيقول له لم ترد وجهك عن خزي البصاق. مش هو ده الأسلوب الروحي؟ الفرح الحقيقي يا حبيبي يكون هناك في النعيم، في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. لكن هنا تتعب وتتذل من أجل خطيتك. ولازم تعرف إن حيثما توجد الخطية تبقى شجرة الحياة ممنوعة عنك. فهل أنت بلا خطية؟ واحد يقول أنا أفرح لأني أنا الإبن وأنا الوريث. افرح عشان ايه؟ انا الابن وانا الوريث. انت الابن بصحيح؟ طب انا عايز اسالك سؤالين في الابن دي. في يوحنا الاولى اصحاح 3 واصحاح 5 بيقول لك المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه ولا يستطيع ان يخطئ لان زرعه ثابت فيه. انت تنطبق عليك هذه الاوصاف ايها الابن ولا القاب وبس؟ ما اسهل واحد يلاقي في الكتاب المقدس كلمة ابن وكلمة وريث، يقول انا ابن انا وريث انا وريث مع المسيح، انا هجلس على عرش الله. تواضع يا اخي تواضع، انت ابن. ده بيقول في اخر الاصحاح الثاني من يوحنا الاولى، يوحنا الأولى صح 2 آية 29 بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. طب وانت تنطبق عليك الكلام ده؟ ده انت إن كنت ابن صحيح كما سلك ذاك ينبغي أن تسلك أنت أيضا. انت هتاخد ألقاب وتطبقها على نفسك بالباطل. عشان كده احنا بنيجي في صلاة الغروب نقول ايه؟ انا لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، انا ايه؟ لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. ازاي لست مستحق ان تدعى لك ابن وانت المولود من الماء والروح وانت وانت وانت؟ اقول له لان المولود منك لا يخطئ، المولود من الله لا يخطئ وانا باخطئ. ملياش صفات الابناء، لأني أنا لو كنت ابن كنت أبقى مخلص ليك صحيح. تواضع منك يا رب إنك بتسميني ابن، لكن أنا عارف حكايتي، أنا عارف حكايتي، أنا خايف الناس يفكروا في أنفسهم أزيد مما يجب. واحد يقول ايه؟
ما تحزنش. ليه؟ لأنك لما بتحزن بتفكر في نفسك، لكن أنت فكر في الدم. أقول له بالعكس، ده أنا بحزن عشان بفكر في الدم، إن إزاي المسيح يتحمل كل الآلام والإهانات والتعييرات واللعنات، ده بيقول ملعون كل من علق على خشب. المسيح ياخد اللعنة دي، كل لعنات الناموس. أنا مش بفكر في نفسي، ده أنا بفكر في المسيح. ده اللي بيتكلم على الفرح على طول هو اللي بيفكر في نفسه. نحن في حزننا لا نفكر في أنفسنا، إنما نفكر في الله الذي أحزناه. واخدين بالكم العبارة دي؟ في حزننا لا نفكر في أنفسنا، إنما نفكر في الله الذي أحزناه. أنانية إن الإنسان يركز في ذاته ولا يفكر في آلام المسيح وفي الإهانات والتعيرات التي تحملها من أجلنا. واللي واحد اللي يجي أصل فيه وعاظ يهتم بتملق الجماهير. عارفين يعني ايه تملق الجماهير؟ يعني يجي الجماهير يسمعوا العظة يقول لهم انتوا قديسين، انتوا نور العالم، انتوا جالسين على عرش ربنا، انتوا الشيطان تحت اقدامكم، انتوا بقيتوا ورثة، بقيتوا ابناء. احنا بنتملق بعض. ده كان يوحنا ذهبي الفم يعصم رايت لما يبكوا بدموع، وبيقول لك اللي بيبكيك بيبكي عليك، لكن من اللي بينفخك، ما هو جايز ينفخك على الفاضي وتلاقي تحت القبة اللي فيه شيخ ولا حاجة، مفيش. ويقعد يمدح فيك على مفيش. الذي ينتقل بسرعة من الخطية إلى التوبة إلى الفرح ما أسهل إنه يرجع مرة أخرى، لأنه ما دقش الألم، ولأنه يريد أن يأكل الفصح من غير الأعشاب المر. وفي أسباب كثيرة تدعو للحزن. يعني إيه اللي مطلوب منك؟ ده مطلوب مننا الكمال، وبيقولوا كونوا كاملين. إحنا بقينا كاملين؟ بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إحنا بقينا كاملين؟ بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. هل إحنا بنقاوم حتى الدم مجاهدين ضد الخطية؟ يقول لك لا، أنت تفرح عشان ربنا بيحب. أما ربنا بيحب العالم كله، لكن أنا لو كان ربنا بيحبني وأنا لا أبادله الحب بحب، مش هزعل على دي. افرح على رأي ذهبي الفم لما بيقول لما بتبكي على خطاياك ربنا يلحق بسرعة يخطف هذه الدمعة ويجعلها سبب لخلاصك قبل ما شيطان المجد الباطل يخد. الفرح الحقيقي أن تفرح بتنقية قلبك، أن تفرح بالقداسة، أن تفرح بالكمال. نكتفي بكده عشان ناخد المحاضرة بتاعتنا. عايز أكلمكم النهاردة عن عبارة من يغلب التي وردت كثيرا في سفر الرؤيا. حياتنا على الأرض عبارة عن جهاد وصراع، والشيطان لا يتركنا في هدوء، والعثرات تأتي من كل موضع، والإنسان عليه أن يجاهد لكي يغلب. ما دام المسيح بيقول من يغلب يجراله كذا كذا، إذن معناها في حرب. وزي ما قال بولس الرسول في أفسس 6، قال ليست مصارعتنا مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحي
اللي يفرق القديس عن غير القديس ان القديس انسان جاهد وغلب. جاهد وايه؟ وغلب. انسان دخل في حرب روحية وانتصر. لذلك القديسين اللي ذهبوا الى الفردوس بنسميهم الكنيسة المنتصرة، واحنا بيسمونا الكنيسة المجاهدة. احنا نجاهد لكي ننتصر ولكي نغلب. والمسيح ادى وعود كثيرة للذين يغلبون، وادى نفسه مثال. فكان المسيح غالبا في كل شيء. يعني يمكن في انسان بيغلب في خطايا معينة وينغلب في حاجات تانية، لكن الوحيد الذي غلب في كل شيء وفي كل حرب هو السيد المسيح. غلب في التجارب وفي حرب الشيطان، وغلب في مناقشاته مع الكتبة والفريسيين ورؤساء اليهود، وغلب الشيطان على الصليب ودفع ثمن الخطية، غلب في عملية الفداء، وغلب في حياته المثالية على الأرض، وغلب في قيامته عندما غلب الموت أيضا. وهو نفسه قال: ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ المسيح هو الغالب الحقيقي الذي غلب في كل حين في كل شيء، وأرجع لنا الصورة الإلهية الغالبة. وفي نفس الوقت أراد أن يقودنا في موكب نصرته. هو غلب ويقودنا نحن في إيه؟ في موكب نصرته. وقيل عنه إن هو لقد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. لقد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. إحنا نريد أن نحيا في حياة الانتصار والغلبة الحقيقية. وثقوا ان الانسان اللي بيغلب بيبقى فرحان. يعني الشخص اللي بيقع في خطية بنقول عليه سقط وانهزم والشيطان ضحك عليه والخطية غلبته، لكن كل غلبة لها الفرح ولها الانتصار. مش انك انت تغلب غيرك، تغلب غيرك دي حاجة بسيطة، لكن دي مش فضيلة. الفضيلة انك تكسب غيرك مش تغلب غيرك. فدي ما ينطبقش عليها كلمة من يغلب. انت تكسب غيرك. في واحد برضو مش يغلب يعني يكسب غيره، يعني يغلب لما تهجم عليه المشاكل والضيقات أو متاعب الناس. الكتاب بيقول: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ما تفتكرش لما واحد يقول لك كلمة صعبة وتزعل وتتنرفز وتديله كلمة كلمتين تبقى أنت غلبت. لا، تبقى أنت اللي اتغلبت، تبقى أنت انهزمت من شيطان الغضب، انهزمت من شيطان النرفزة، الكلمة ما قدرتش عليها. لكن في واحد تاني يقول لك فلان ده زي الجبل، مهما قلت له ولا يتحرك ولا يتنرفز ولا يخرج من بقه كلمة غلط ولا يقابل الغلط بغلط، قوي من جوه. عشان كده بولس الرسول بيقول ايه: اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء. اللي بيتنرفز واللي بيغضب واللي بيغلط في الكلام ده انسان ضعيف
ما قدرش يضبط نفسه، انسان ضعيف ما قدرش ايه يضبط نفسه، لكن الانسان اللي بيغلب بيغلب في كل حاجة. لما تجيله ضيقة الضيقة ما تغلبوش، لما تجيله مشكلة المشكلة ما تغلبوش. تيجي واحدة تجيلها مشكلة هتطلع عياط 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 عياط، مالك يا بنتي؟ المشكلة غلبتها، غلبتها وصفت عينيها. وإنسانة تانية تجيلها المشكلة تفكر تصلي تشاور تصبر، لكن المشكلة ما تغلبهاش. في واحد يمشي في طريق الفضيلة تجيله عوائق، عوائق من الشياطين، عوائق من الخطية، عوائق من أخوة كذبة، عوائق من حتت كتير. إن كان ضعيف تغلبه العوائق، وإن كان قوي هو اللي يغلب العوائق. فإحنا عايزين الشخص القوي الذي يغلب، يغلب الخطية، يغلب العالم، يغلب الشيطان، يغلب العوائق، يغلب الضيقات، يغلب الشر، يغلب الشر بالخير. ده الإنسان الحقيقي اللي بيغلب. والكتاب المقدس شرح لنا سيرة القديسين الذين غلبوا. شوفوا واحد زي إبراهيم عرض لمشكلة ما حصلتش لأي إنسان في الدنيا، إنه يقدم ابنه وحيده الذي يحبه نفسه، فاستطاع أن يغلب مشاعر الأبوة ويغلب مشاعر الدم ويغلب الطبيعة، يغلب الطبيعة. أي طبيعة تقبل إن واحد يقتل ابنه؟ لكن غلب. عشان كده ربنا قال له أنت كنت هتقدم لي واحد، أنا هديك نسل زي نجوم السماء ورمل الأرض. ليه؟ لأنك غلبت. يوسف الصديق عرضت عليه الخطية صعبة وغلب. دانيال النبي قالوا له إن ما حصلش تعبد آلهة الملك تترمي في جب الأسود. فكركوا الرمي في جب الأسود سهل، يعني واحد ينزل كده في الجب يلاقي كذا أسد مستلقيه في السكة؟ ما يهمش، غلب واترمى في جب الأسود. عشان كده ربنا أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. وهكذا الثلاث فتية اللي غلبوا واترموا في أتون النار، آبائنا الشهداء اللي غلبوا، غلبوا كل الإغراءات التي عرضت عليهم، وغلبوا كل التخويف اللي تعرضوا ليه، وغلبوا كل العذابات، وغلبوا كل الاضطهادات. عشان كده بدمائهم بنيت الكنيسة، وربنا عمل لهم مقام كبير. أبطال الإيمان اللي غلبوا الهرطقة وغلبوا البدع، واحد زي أثناسيوس الرسولي قالوا له العالم ضدك، غلب العالم وغلب البدعة وغلب الهرطقة وغلب أريوس وغلب الأريوسيين، اتنفى سجن راح ما يهمش، لكن فضل صامت زي الجبل وغلب. دول هم الناس الأبطال اللي الكتاب بيقول عليهم من يغلب. غلبوا كل حاجة وانتصر. مفروض انك تغلب لانك انت صورة الله، والله دايما غالب. فاذا كنت مغلوب ما تبقاش صورة الله، في الوقت اللي انت فيه مغلوب ما تبقاش صورة الله، في الوقت اللي انت فيه مغلوب ما تبقاش ليك سمة اولاد الله. مش ممكن اولاد الله ما يكونوش مغلوبين، لا صورة الله ولا ابن الله ولا هيكل الله. انك انت هيكل الله والروح القدس حالل فيك، فازاي تبقى مغلوب وانت هيكل الله وانت شبه الله ومثاله؟ ازاي؟ فلازم تغلب لكي تكون ابنا حقيقا لأبيك السماوي،
وهيكل مقدس للروح القدس وصورة حقيقية لله. لازم تغلب أيضا عشان تبقى قدوة لغيرك، لأنك لما بتنهزم في حياتك الروحية بتبقى عثرة للناس، لازم تبقى قدوة لغيرك ومثال. لازم تغلب في حياتك الروحية، لأن الملائكة قاعدين يبصوا لك كده، بيقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، ففي السماء قاعدين يرقبوا جهادك، هتغلب ولا تتغلب. إن غلبت يبقى في فرح في السماء، وإن اتغلبت أقول إيه؟ تعكنن عليهم في السماء. يقولوا إيه؟ يقولوا علينا إيه بقى لما يشوفوا أولاد الله بالشكل ده؟ الإنسان الروحي هو الإنسان الذي يغلب في حياته الروحية. زي يعقوب أب الآباء اللي قيل عنه أنه جاهد مع الله والناس وغلب، جاهد مع الله والناس وغلب. اغلب أيضا في حياتك الروحية علشان تاخد الأكاليل، تتمتع بالأكاليل فوق في السماء. الغالبون هم اللي هيجوا مع المسيح على السحاب، لأن قيل في مجيئه الثاني أنه سيأتي في ربوات قديسيه مع الملائكة. الغالبون هم الذين يعيشون في أورشليم السمائية، الغالبون هم الذين يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. بيقول لك اللي يغلب يأكل من المن المخفي، يأكل من شجرة الحياة. اللي يغلب يلبس ثيابا بيضاء، بيقول اللي يغلب أجعله عمودا في هيكل الله، بيقول اللي يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. هذا اللي يغلب. صدقوني السيد المسيح في عبارة من يغلب أعطى فرصة لكل إنسان أنه يغلب. إزاي؟ ده قال كلمة من يغلب حتى لملاك كنيسة سردس اللي قال له لك اسم إنك حي وأنت ميت، برضو قال من يغلب، يعني ده برضو عنده فرصة أنه يغلب. وقال من يغلب حتى لملاك لوديكيا اللي قال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لن تحر ولا بارد. وقال من يغلب حتى لملاك أفسس اللي قال له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. ربنا واضع فرصة أمام كل إنسان إنه يغلب، وطرق كثيرة جدا، بس المهم إنك تمشي في السكة علشان توصل. أول حاجة أقولها لك إنك تغلب نفسك. عارفين الخاطي هو إيه؟ الخاطي هو إنسان مغلوب من نفسه. إنسان إيه؟ مغلوب من نفسه. ما تقوليش حروب من بره كتير وتجارب كتير ومشاكل كتير. لو الإنسان قوي من جوه ينتصر على كل اللي بره. لو قوي من جوه ينتصر على كل اللي بره. على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم قال ايه؟ قال لا يستطيع احد ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه. انت اللي بتضر نفسك. تقول لي فلان قال لي كلمة جديدة ما احتملتهاش ورديت عليه، يبقى عشانك انت ما بتحتمل شيء وقعت، لكن لو بتحتمل ولا يجرى حاجة. تقول لي فلان مخلي لي ليل ونهار دمعتي في عيني، اقول لانك انت حساس ازيد من اللازم دمعتك في عينك.
ممكن انك انت ولا كانك هنا. ايه يعني جرى لك ايه؟ ديوقلديانوس ولا نيرون ولا اريانوس ولا انصنه؟ ايه يعني عملوا لك ايه؟ خليك شديد من جوه. الحروب تجي لك من بره تشوف هل في تجاوب عندك من جوه ولا لا. الشيطان يجيب لك الفكره يشوفك تقبلها ولا لا. ممكن ما تقبلهاش، ممكن ايه ما تقبلهاش، وبعدين ربنا يبص من السماء كده لنفسيتك القويه اللي ما بتقبلش الخطيه ويقول حبيبتي جنه مغلقه، ينبوع مختوم، مغلقه، لا تدخل فكر خطيه ولا تدخل شهوه خطيه، مغلقه، جنه مغلقه، ينبوع مختوم. عشان تغلب لازم تغلب انسانك الجواني، تغلب من جوه، لان في كل مره تسقط بتبقى مغلوب من نفسك. تكون تغلب كل فكر ياتيك، وتغلب كل شهوه تاتيك، وتغلب كل خطيه تاتيك، تكون من جوه شديد وقوي، ما تكونش مغلوب من نفسك. في طرق كتيرة انك انت تغلب بيها. اول حاجة طبعا انك تبعد عن السلبيات، تبعد عن كل جو غير روحي، تبعد عن كل عثرة بقدر امكانك، لان كفاية عليك الحروب الجوانية، ما تجيبش لنفسك حروب برانية ويبقى متحارب من بره ومن جوه. ابعد عن التأثيرات، وبقدر الإمكان أيضا ابحث عن كل شيء يؤثر في قلبك وحطه أمامك علشان تنتصر. إزاي؟ يعني لكي تغلب لا تترك نفسك وحيدا بعيدا عن وسائط النعمة. الصلاة هتترك فيك تأثير روحي، التأمل هيترك فيك تأثير روحي، قراءة الكتاب هتترك فيك تأثير روحي، قراية سير القديسين هتترك فيك تأثير روحي، محاسبة النفس هتترك فيك تأثير روحي، الترتيل والتسبيح هيتركوا فيك تأثير روحي. ما تبعدش نفسك عن المؤثرات الروحية. اقرأ الكتاب، كل كلمة تتأثر بيها حطها في نوتة. اقرأ سير القديسين، كل حاجة تتأثر بيها حطها في نوتة. ارجع للنوتة دي كلما تفطر، علشان انك انت تغلب لازم يكون ليك الرغبة في انك تمشي صح. لازم. كويسة أوي عبارة المسيح اللي كان يقول للمريض أتريد أن تبرأ؟ ما هو بيقول كم مرة أردت ولم تريده. أنت ليك نفس أنك تعيش منتصر ولا لا؟ هو ده السؤال اللي تحطه أمامك. ليك نفس تعيش منتصر ولا لا؟ إن كنت عايز تعيش منتصر السكة واضحة، ابتدي فيها. طرق الخطية واضحة، ابعد عنها. إن أردت إنك أنت تنتصر لتكن لك الصلاة المنتصرة، امسك في ربنا كده وثبت فيه وقول له لا أتركك حتى تباركني. قول له يا رب أنا مش قادر على الخطية دي، اديني قوة، أنت اللي تعني، أنت اللي تخلصني. تقول له يا رب أنا مش قادر على البيئة الوحشة اللي أنا عايش فيها، أنت قادر تنجيني منها وتنجيني من تأثيرها عليا. أنا يا رب مش قادر على العادة دي، نجيني منها. مش قادر على الخطية دي، نجيني منها. مش قادر على الطبع ده، نجيني منه. حاول إنك تمسك في ربنا وتاخد قوة علشان تحيا حياة الانتصار. لا يمكن إنك تنتصر لوحدك. المسيح بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا.
هو معاك. تأكد لو أبديت رغبتك ومسكت في ربنا تجي لك زيارات النعمة، يجي لك تشفعات القديسين والملائكة، يجي لك عمل الروح القدس فيك، يجي لك عمل نعمة ربنا فيك. ربنا يديك قوة كده من عنده، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فعلشان تحيا حياة الانتصار والغلبة لابد أن تكون ليك الصلاة القوية. وأمام ربنا كلمه بكل صراحة، قل له يا رب أنا واقع في كذا وكذا 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 وعايزك تنجيني من كل ده. طبعي ما زال هو هو، اتناولت عشرات المرات ومئات المرات والطبع هو هو، لأني ما فكرتش أن أحيا حياة الانتصار. عارفين عشان تحيا حياة الانتصار مش بس تغلب نفسك، لا ده في حاجة تانية، لازم تلوم نفسك. في إنسان طبعه حلو في عينيه وشخصيته جميلة في عينيه وبار في عيني نفسه، هيغير نفسه ليه؟ ما هو مبسوط من روحه. عشان تحيا حياة الانتصار بلاش تبقى بار في عيني نفسك، بلاش تبقى حكيم في عيني نفسك. اقعد بينك وبين نفسك وقول ايه الاغلاط اللي انا بقع فيها. تقول اغلاط؟ غلط ولا حاجة؟ مفيش. لا فيه. ما هو لو كل واحد كلمك عن غلطة تزعل منه وتسيبه عمرك ما هتصلح نفسك، عمرك ما هتنتصر في حياتك. انت هتطلب من ربنا ينجيك من ايه؟ ما دام انت مبسوط من روحك، ما دام انت مبسوط من روحك ازاي هتطلب من ربنا انه ينجيك؟ ينجيك من خطية؟ هي فين الخطية دي؟ انت شاعر بان في خطية؟ لازم تشعر ان في اغلاط. غالبية الناس بيفكروا في اغلاط غيرهم لكن ما بيفكروش في اغلاط نفسهم. زي الفريسي، الفريسي كان شعر انه غلطان في حاجة، ده بقول له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا ولا مثل هذا العشر. طب ده هيطلب ايه ده؟ ده هيطلب معونة ربنا في ايه؟ وما فيش حاجة. لكي تغير نفسك او تتغير نفسك بنعمة ربنا لازم تعرف اخطائك بالظبط. كن في منتهى الحنان على غيرك وفي منتهى الحزم في محاسبتك لنفسك. ده الكلام المظبوط، وإلا ما انتش بتغير، هتتغير فيك إيه؟ لازم يكون عندك اتضاع. بيقول من هو قائم فلينظر لئلا يسقط. عشان تنتصر خليك في منتهى الحرص، في منتهى التدقيق. حاسب على الخطية البسيطة وما تقعش في الخطية الكبيرة. ده لو كان في مقاييس لبسيطة أو كبيرة يعني لو انك انت حاربت خطية الفكر مش هتقع في خطية العمل. لو انك انت حاسبت على خطية الفكر مش هتقع في خطية اللسان. بيقول يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخر. يعني اللي يمسك الخطية وهي صغيرة كده ويدفنها عند الصخرة، والصخرة كانت المسيح. يعني من أول ما الخطية تبان مش تستنى لما تكبر وتستفحل، يجي لك فكر تستنى عليه لما يبقى شهوة، تستنى على الشهوة لما تبقى عمل، تستنى على العمل لما يبقى عادة، تستنى على العادة لما تبقى طبيعة، تستنى لغاية لما تبقى مستعبد. لا، وانت ليه تخلي نفسك كده؟ خليك حريص ودقيق من الأول، من الأول.
اللي ياخد باله من كلمة من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع؟ مش ممكن يقول لأخيه يا أحمق ويكون مستحق النار جهنم، ومش ممكن يتخانق مع أخوه، مش ممكن يوبخ أخوه، مش ممكن يعير أخوه، لأنه واخد باله حريص من أقل حاجة، حريص من أقل حاجة. فخلي عندك حياة الحرص وحياة التدقيق، وما تسمحش لنفسك انك انت تضيع. طب انت بتصلي لربنا ان يديك نعمة، وربنا بيديك، لكن ما بتتجاوبش معاه. في واحد يقول لك عشان تنتصر ثق انك منتصر، ما دام ربنا بيحبك يبقى هينصرك. ربنا عايز يخليك منتصر، لكن لازم تشترك معاه. دي شركة الروح القدس، دي شركة الطبيعة الإلهية، إنك تشترك مع الله في العمل، تشترك مع الله في إنقاذ نفسك، تشترك مع الروح القدس. لكن ما تقفش كده سلبي وتقول ربنا يعمل كل حاجة. عشان كده يوحنا ذهبي الفم قال إن النعمة لا تشاء أن نكون مستلقين على ظهورنا وتعطينا الخلاص. لابد ان احنا نجاهد مع النعمة. موسى يرفع العصا في ايده ويشوع يحارب الحرب، الاثنين يمشوا مع بعض. داود يقول الحرب للرب، الحرب ايه؟ للرب. وربنا قادر ان يغلب بالكثير والقليل، بس يقول الحرب بالرب، يقول يا رب موت جوليات، لا هو يتقدم ويمسك الزلطاية ويحطها في المقلاع ويضرب ويجري وراه ويمسك السيف، ما لازم يشتغل. طب ما سهل ان احنا ننام في بيوتنا ونقول يا رب انت قادر تخلص على جوليات وخلص. والحرب للرب، هو الحرب للرب يمنع ان احنا نخش؟ صحيح الحصواية بتاعتي لا ودت ولا جابت، لكن لازم اخش ولازم احارب ولازم احط الحصايا في المقلاع، ولازم اضرب وانشن مظبوط. لازم 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 تشترك مع الرب، لازم تقاوم الخطيه، لازم تجاهد ضد نفسك. لم تقاومه بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه. إذن لازم أقاوم حتى الدم ولازم أجاهد. بيقول إبليس عدوكم مثل أسد يزأر فقاوموه. صحيح نقاومه وإحنا ثابتين في الإيمان، لكن لازم نقاوم، لازم نظهر محبتنا للرب بأن إحنا نقاوم الخطية، بأن إحنا نجاهد أنفسنا، بأن إحنا نجاهد قوة الشر، بان احنا نمسك سلاح الله الكامل ونحارب بيه، بان احنا نمنطق انفسنا ونكون مستعدين لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. اسهروا، اسهر على خلاص نفسك، اسهر على خلاص نفسك، لكن تنتصر وانت نايم وتقول ربنا بيحبني وهو هيغلب جوايا بدون إرادتك. مستحيل يا حبيبي، بدون إرادتك مستحيل. لو كان ربنا يخلص الناس بدون إرادتهم ما كان كل العالم خلص، هدام بدون إرادته كان كل العالم خلص. لكن لازم إرادتك تشترك مع إرادة ربنا. عايز انك انت تغلب لازم يكون عندك الحكمة والإفراز. بدون الحكمة لا يمكن أن نفسك تخلص. يا ناس مشيوا في الحياة الروحية بطريقة غلط، أو بتعليم غلط، أو بسلوك غلط، أو بغير حكمة، وضاعوا. افهم كويس الطريق الروحي واعرف إيه معالم الطريق وامشي فيه مظبوط، تمشي صح. علشان انك انت تغلب في حياتك الروحية
لازم كلمة ربنا تكون ثابتة أمامك في كل حين، لازم. يوحنا الحبيب بيقول أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. ليه غلبتم الشرير؟ لأن كلمة الله ثابتة فيكم. عشان كده داود بيقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، وبيقول له لأن قولك أحياني. أما تكون وصية ربنا موجودة أمامك، كل ما تجيلك خطية تقول لا الوصية بتقول كذا، تلاقي وصية ربنا منخاس جواك بينخزك، يقول لك دي لا دي لا دي لا. تيجي تغضب تبص تلاقي وصية ربنا بتقول لك غضب الإنسان لا يصنع بر الله، تخاف تخاف. كلمة الله ثابتة فيكم، لأن بيقول لك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أنت تحيا الحياة الروحية بكل كلمة تخرج من فم الله. حول الكلمة إلى حياة واثبت في كلمة ربنا باستمرار، وبالشكل ده يمكن أنك أنت تغلب، لأن كلمة الله حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. تلاقي كلمة ربنا قوية وتقف أمامك تسندك. لكن ما تقراش الكتاب وما تتأملش في كلمة ربنا وما تخبئش كلامه في قلبك، بيقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مش كلمة جت في وداني وراحت، دي متخبية جوه قلبي. منين بتجيني خطية تلاقي الكلمة طلعت قصادي كده الوصية كده. يخاف الواحد من الوصية وينكسف منها. فعلشان تغلب تغلب بكلمة الله. ولذلك السيد المسيح كان في التجارب اللي بيقولها له الشيطان في التجربة على الجبل، كان كل كلمة يحط قصادها وصية، يقول له مكتوب كذا مكتوب كذا مكتوب أيضا كذا، ومن الوصية تبقى قصاده. كلمة ربنا قوية وفعالة. وبيقول بولس الرسول يقول لتيموساوس وأنت منذ الطفولية تحفظ الكتب المقدسة التي تحكمك للخلاص. شوف تحكمك للخلاص يعني تجعلك حكيما في طريق الخلاص وترشدك وتنور عينيك، لأن وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد. عايز تحيا في حياة الغلبة درب نفسك روحيا، حط أمامك تدريب، كل نقطة ضعف عندك حط لها تدريب واسلك فيها، واطلب ان ربنا يساعدك. لكن لا تترك نفسك بلا تدريب على عمل الخير. آخر نقطة أقولها لك، علشان تحيا حياة الغلبة والانتصار لابد محبة ربنا تدخل إلى قلبك. لما أنت تحب ربنا مستعد من أجل ربنا أنك تترك كل شيء من أجله. ده قال جميع الوصايا تخش فيه تحب الرب إلهك من كل قلبك. للآن لم نحب الله المحبة الحقيقية التي تحصننا ضد الخطية. لما انت محبة ربنا تملى قلبك تبقى محصن ضد الخطية، الخطية ما تقدرش عليك. لما تجيلك تلاقي قوة من جوه بتدفعها تمنعها، ما تقدرش. لما انت تكون محبة ربنا تملى قلبك ووصايا ربنا امامك وكلمة ربنا واضحة امامك، الشيطان لا يستطيع ان يقول في المجال الروحي بتاعك. انتوا عارفين الطيارات اللي ما تقدرش تخش في المجال الجوي بتاع بلد تانية، اهو ما يقدرش يخش. يخش ايه؟ يخش في المجال بتاعك، يصطدم بمزمور، يصطدم بصلوة، يصطدم بتدريب، يصطدم بترتيلة، يصطدم بالتسبيح، ياخد بعضه ماشي، يقول السكة دي مش بتاعتي انا ما اقدرش امر فيه. خليك محصن من جوه وتقاوم من بره.
وليعطيك الرب نعمه ويعطينا جميعا. تفضلوا صلوا.